على راديو كاب اف ام. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في الفقرة الأخيرة من برنامج أكريكاب في فقرة إرشاد فلاحي. الإرشاد الفلاحي، فقرة إرشاد فلاحي بيكون حاضر معنا عبر الهاتف السيد ولي من مرداسي، هو خبير في التصرف في النفايات، باش يحكينا على أهمية تثمين رسكلة النفايات لتحسين التربة الفلاحية. نقولوا له ألو عسلامة. مرحبا بكم، مرحبا جميع المستمعين كفافين. مرحبا سي وليم. كنبداو نحكيو ساعة قبل كل شيء على مشكل الفضلات اللي بالحق ولات مشكلة كبيرة مش في تونس حتى في العالم. مشكلة كبيرة وخاصة العشر سنوات الأخيرة عشنا برشا تقلبات وبرشا مشاكل خاصة في البلديات الصغرى واللي ما عندهمش مصبات مراقبة، وزادة في البلديات اللي عندهم مصب مراقبة اللي ما لقينا لهمش حلول على الرواح والمشاكل السوسيال اللي عندهم. يعني المشكلة لهنا ديما تقعد مشكلة المصب متاع نفايات، شنو اللي باش نعملوا بيهم؟ نصبوا، ما احنا ديما نعرفوا سي وليم النفايات ديما نمشيو نصبوهم ويا نحرقوهم يا نحطوهم تحت التراب، هذوما هم الاساليب. هو حرق النفايات ممنوع، يعني حرق النفايات هكا غير ليبغ راه حاجة ممنوعة. هي حاجة نشوفوا فيها في تونس حاجة متداولة، لكن حاجة بالقانون ممنوعة. اللي قاعد يصير في تونس الجهات اللي فيها مصبات مراقبة اللي هو البلدية ترفع النفايات وبعد تهزها لمراكز التحويل، من مراكز التحويل هذاك يتم رفعها للمصبات المراقبة. مصبات مراقبة اش معناتها؟ يعني باش نعملوا حفرة في بلاصة تلقى فيها ايتونشيتي ناتوريل ونزيد عليها ايتونشيتي واحدة أخرى، وبعد نحطوا الديشي ونغطيوه في التراب، نعاودوا نحطوا الديشي نعاودوا نغطيوه في التراب وديما نغطيوه. وبعد الليكيد العواصف اللي يخرجوا منها نجبدوهم ونحلوهم، والغازات اللي تخرج من فوق زادا نجبدوهم ونحلوهم. دونك هذوما الحاجات اللي يعني ديفينيسيون صغيره على كيفاش يخدم المصب نتاع المراقب. ما فيهوش كونتاكت ديريكت نفايات مع الطبقه المائيه، ما فماش نورمالمون روائح كان ليكسبلوطون مباشره. النفايات لما تدخل مباشره بيتم ردمها وتغطيتها، يعني هذا اللي لازم يصير. صحيح باش تقولوا لي فما بلايص فيهم برشا مشاكل برشا روايح وكل شيء، وهذا اللي قاعد تو الاشغال اللي قاعدين يصيروا تو في المصبات المراقبه في الكل اللي هما لتفادي الحاجات هذه. بي سي وليم، كان نسألك على انه هل انه نجموا نستعملوا النفايات هذيا مثلا نتاع القوارص والا نتاع النفايات نتاعنا اليوميه، هل نجموا نستعملوهم في حاجات اخرين نثمنوهم؟ تثمين النفايات كلمه نسمعوها برشا، كلمه ديما قعدنا نحلموا بها في تونس، يعني في فما برشا نفايات يتم قبل تثمينها. ما اجا نفسروا لها النفايات نتاعنا مش متكونه، متكونه جانب من نفايات اللي نجموا نرسكلوها، مثلا البلاستيك، الورق، الحديد، الالومنيوم والمعادن الكل، والا النفايات العضويه اللي هي الماكله نتاعنا واللي الخاصيه نتاعنا نتاع نفايات نتاع تونس اللي هي فيها نسبه كبيره اكثر من 65% نسبه فيها مواد عضويه. نحن نرميو برشا الماكله في وسط النفايات نتاعنا. دونك كان فما حاجه نجموا نثمنوها ولا لازم نثمنوها هي النفايات العضويه. النفايات العضويه اللي هي تجم تسيد، يعني لازم نفرزوها من الاول. يعني علاش تو في البلدان المتقدمه ديما فما الفرز الانتقائي؟ هما باش يجموا بعد يثمنوا اكثر النفايات نتاعهم. كان باش نقعدوا نواصلوا على طريقه الرفع الموجوده تو اللي هي النفايات تخرج الكل مع بعضنا، وقتها ما نجموش نثمنوا نسبه كبيره، نثمنوا حوالي 5-7% من النفايات نتاعنا نجموا نثمنوها والباقي لا. دونك تو التوجه شنو باش يصير؟ اللي في تونس قاعده الوزاره قاعده تحضر فيه هو الفرز الانتقائي، يعني نحيو البارتي روسي كلابل والبارتي سيك اللي شايحه، والبارتي يوميد اللي هي الماكله والمواد العضويه في حاويه واحده اخرى. معناها هذا باش يكون سي وليم المواد العضويه نجمو نعملوا منها اسمده. سي وليم نعملوا منها اسمده. تفضل سامحني، هذا باش يكون في العائله، معناها كل عائله لازمها تعمل الفرز الانتقائي هذا وحدها، والا بعديك البلديه باش تقوم به؟ لا، لازم ما نجموش النفايات كي تبدا تخلطناها في دارنا الاول ما عادش نجمو نفرزوها، ما عادش نجمو نرجعو نفرزوها. نقول مثلا كل ورق انت كي تاخذ الورقه والكردونه واللي هو ترميها في النفايات نتاعك بعد ترمي عليها الصوص ولا اي حاجه، ما عادش نجم نعاودو نفرزوها سواء ورق ولا كردون، نجمو نعاودو نفرزوها. دونك هذايا علاش يلزمنا كيف كل بلدان العالم ما دامنا نحبوا نوليو نتطوروا لازمنا نمشيو في الفرز الانتقائي، يعني من الدار
النفايات اللي جايه من الكوجينه تتحط على جنب واحد، هذو النفايات الشيحه تتحط وحده، دونك يولي عندنا حويجي. بالطريقه هذيا الشيح يجمو يتراسكل، ونجمو وقتها الورق والكرتون والبلاستيك والكل نجمو نخرجوا منه برشا ماتيار ريسيكلاب، مش الكل بيان سور، والعضويه وقتها نجمو نعملوا منها اسمده. يعني الاسمده كيفاش؟ يعني فما برشا مشاريع صارت في تونس، مثلا اسمده يجم نعملوا دي ستاسيون دو كومبوستاج في ديارنا، يعني عبد اللي عنده جنينه يجم ياخذ كومبوستور انديفيديوال صغير يحط فيه الماكله هذه الكل، كل يوم يحط يرمي ماكلته هذيك ويخلط ويدور يدور. وبعد يعني سي وليم قداش سومو اللي تحكي عليه هذايا؟ سي وليم تسمع فينا؟ سي وليم قلت لك قداش يعمل السومو هذيك؟ كان واحد بالحق يحب يستثمر في حاجه كيف هيك كيما قلت انت يعملها في الدار، وقداش يعمل السومو نتاعو؟ والله نتصور انا حوالي 500 دينار كانك انت تحب تشري حق، وكان تشري اربع طنات بالزبده وتعمل فيه واحد كومبوستور في دارك ما تكلف لك حتى شيء. بالحق سوم معقول، معقول جدا. يعني يظل تو في اليوتيوب الناس كل تلزم تمشي تحط كيفاش يعمل كومبوستور، وتلقاه بليش بشويه لوح تعمل مربع باللوح، تحاول فيه شويه هكا بركي نتاع ياراسيون وين يجم يدخل الهواء، تسقيه شويه تخلط الدشي هذاك وما في حتى مشكل، وحتى روائح بعد. يعني برشا عباد ديما يقول لك لا باش يولي فما برشا ريحه، لا كيف في بلدان العالم المتقدم الكل الناس الكل اللي عنده جنينه يعمل الكومبوست نتاعو ويغذي برشا التربه نتاعو. راهو من فتي من فوائد سي وليم، والله نتصور نتفاهموا مع بعضنا. سي وليم نتصور حتى مش عنده جنينه، والله حتى اللي عنده محابس هكا، فما عباد يبداو حتى عاملين ديبو هكا في ديارهم، زاد ماذا بيهم يعملوا هالنوعيه الاسمده هذه؟ مش لازم تكون عنده جرده كبيره. راهو نتصور فما برشا عباد، فما عباد في عمارات في بالكون عنده الكومبوستور نتاعو وكل شيء، يعني الحب العهد يحب يحل المشكله راهي ساهله. وبعد الكومبوست هذاك الغني راهو يغذي لك برشا لا تربى اللي عندك، كانت في حوض، كانت في 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 جنينه صغيره، في جنينه كبيره، كانت فلاح كبير، راهو يغذي لا تربى، ماشي يغذي زاده كان البلونت اللي باش تزرعها، حتى التراب بيدو زاده يولي تراب يعني غيش. دونك هذه الحاجه اللي نقولوا نحن نحاولوا نشجعوا العباد الكل باش يعملوا التثمين نتاع النفايات في ديارهم، باش اول حاجه نبداو بها هي نقلصوا النفايات، نحاولوا نستعملوا المينيموم تاع باكاجين بوسيبل باش ما نكثروش من النفايات نتاعنا. وبعد النفايات اللي جينا نحاولوا كيفاش نجمو نثمنوهم، وهذه الطريقه اللي نجمو نثمنو بها، ونجمو الفلاح الكل تو الفلاح عنده النفايات نتاعو يجم يعمل خط نتاع الدشي، يحط فيه كان الدشي يقلبو يسقيه، بعد شنو يولي عنده كومبوست نتاعو. يعني سي وليم يشري في الغبار بالبرة ولا يرمي في الزبله البرة. حبيت نسالك انا سي وليم، حبيت نسالك الفلاحه شنية الفايده نتاعهم، وكيفاش ينجموا يثمنوا هاك الفواضل مثلا نتاع القوارص والا الحاجات الاخرين اللي نجموا معناها تكون لهم معضله ما عندهمش وين يحطوهم والا يطيشوهم هكاك في الطريق؟ شنية الحاجه اللي تنجم فيها فايده لهم هما باش يعملوها معناها؟ تو احنا عندنا فلاح اللي هو ديما يتشكى من التربة الفقيرة اللي عنده، يتحقق أكثر دويات، ومن طريقة واحدة أخرى زاد يتشكى من النفايات نتاع مثلا كان نحكيو على الوطن القبلي اللي هو معروف بالقوارص، واللي هو حوالي 20% من الصابة نتاعو تمشي نفايات، على خاطر مثلا القارص ولا البلدان ولا اللي هو يتيح له، وبعد ما ينجم يعمل له شيء ما ينجمش يبيعه، دونك يخليه له وبعد يلوح وتولي يعني من النفايات نتاعو هذاك كان يرفعهم الكل ويحطهم في بلاصة ويخدم على يعمل ستاسيون دو كومبوستاج نتاعو كيما قلت لك، يعني جوست خط فوندان نحطو فيه النفايات نقلبوه بباله، كل مره تقلب بباله تسقي شويه بالماء وكاو ما فيهوش حتى شيء اخر، يلقى عنده هو كومبوست بيو حاجه ناتوريل اللي يجي بعد يرجعها ويحطها فيك الحواض نتاع الشجر نتاعو ويغذي بالكدا الشجر نتاعو. يعني كان يحب يخدم على الكاليتي نتاع الغلال ولا الخضر نتاعو، هاي حاجه اللي هي تفيده واللي هو يبدا متاكد 100% اللي هي بيو، على خاطر حاجه خليها هو خلطها هو وعاود رجع. سي وليم نتصورش تونس مؤخر شويه في المجال هذايا مقارنه بالبلدان اللي في الخارج اللي بالحق استثمروا في النفايات نتاعهم، مش حتى من الاسمده حتى لانتاج الطاقه كان هكا حسب التقريب. مادام تونس مش قاعد يخلص على الزبله نتاعو هي برشا باش تقول له انت تقدم فيسا وعمل فيسا ما يحبش الكيوريتي عنده. لو كي نحكيو على العالم الخارجي البلدان في الخارج يخلص على كل طن نفايات ينتجها يخلص عليها. في تونس لا، في تونس يعني العبد اللي ينتج برشا نفايات والعبد اللي ينتج شويه الزوز يخلصوا كي بعضهم، هذا كان جاي يخلصوا.
دونك هيك علاش توا كان نحبوا نخدموا على نقارن رواحنا ولا نقلدوا البلدان المتقدمه، هو لازم كل واحد يدفع ثمن النفايات اللي ينتجها، وقتها يولي هو بيدو يجري ويسعى باش يثمن النفايات نتاعو، وقتها يولي يقول لك لا فوق نقعد نرمي انا في النفايات العضويه نتاعي، علاش هكا نقعد نخلص عليها فلوس، او باش نعمل ستاسيون كومبوستاج في داري ولا هكا كومبوستور صغير في داري باش نلقط النفايات. لكن سي وليم لهنا ما نحسوش زاده سامحني اللي نقص المعلومه ونقص الصوره والارشاد باش تظهر الصوره هذه كما انت تحكي عليها للناس وللمواطن عموما باش يدرك اهميتها، مازالت ما وصلتش كوم الفو يعني بالرسمي. احنا كي نحكيو في حاجه كيف صحيح انت تعطي المعلومه مازالت ما توصلش. شكون المسؤول هنا؟ خش اسال عليه برشا يعني في الوزاره ولا في يحكي برشا على التربيه البيئيه، على خاطر يقول لك نبداو نوعيهم في الصغار من الاول وبعد نتعديو للكبار، واللي هو حاجه لازم تصير ان شاء الله في اقرب الاوقات، خاطر المجال التربيه البيئيه واللي نتعلموه كيفاش نتعلموا نتصرفوا مع البيئه تاعنا، هذه حاجه ناقصه برشا في تونس، والتحسيس والتوعيه زاده ناقصه برشا. احنا سي وليم نشكرك برشا على التدخل نتاعك ونعملوا عليك في انه معناها تحسس من جهتك واحنا زاده من جهتنا على تثمين الفواضل هذيه، سواء الفواضل اليوميه نتاعنا، الفضلات اليوميه نتاعنا، والا فواضل زاده القوارص بالنسبه الفلاحيه اون جينيرال. يعطيك الف صحه وبقدره ربي احنا زاده باش نكونوا خير سند للحكايه هذه بالذات. يعطيك الصحه. يفضلك، عايشك بسلامة. إنس احنا تعودنا وشفنا ونشوفوا يوميا في الفواضل نتاع القوارص اللي بالرسمي حاجة كتسخو فيك على الأخر، أنا شادة في القوارص ما نعرفش علاش، الفضلات اليومية نتاعنا اللي بالرسمي كنا نجموا شادة في القوارص خاطرك بنت منزل وزلفة إيماء وزيتون وينة والله ما نعرف غشلك عليك جماعة جماعة اللي شو في بينا عاد موسم نتاع الزيتون بدا وبداو اليوم زاد احنا في الدار بداو اليوم في جني القوارص اللي سايب باش نسكت أنا نضحك الكلمة كما قلت إيمان موسم جني الزيتون بدا ان شاء الله تبارك الله فما الخير والبركه. صحيح سوم زيت الزيتون باش يبدا باش يخلط على اللحوم الحمراء يظهر لي في السوم نتاعو. الله غالب هذيك هي الظروف، ما يسالش خلي الفلاح مسيك نخليه يربح شويه خاطر كومي ما راهو يتعب في السيزون نتاعو. ومش باش نحكي على القوارص خاطر خليني في الجانب الايجابي، خاطر باش نحكي على القوارص خاطر بالحق كارثه بأتم معنى الكلمه، دونك خليني هكا رايضه خلينا ساكتين يزي من الشيء اللي نعانيو فيه. خلينا موجات إيجابية، خلي موجات إيجابية خير. احنا اليوم فقراتنا اللي تعودتوا بها تعديوا بالحق محلام على الاخر. نحب نقول انه إنيس نحب نقول بالرسمي هي ديما كل ضحكة راهي كل حاجة مأساوية وراها ضحكة بقدرة ربي. نحب نقول يا ربي إن شاء الله النصر لإخواننا الفلسطينيين، يا ربي إن شاء الله ربي يفرج عليهم كربتهم اللي بالرسمي حاجة توجع القلب خاصة أنك الصغيرات. وليك الكلمة إيناس. والله إيمان نحن كي نذكروا فلسطين ما نجمش نزيدوا حتى كلمة، كان الدعاء ثم دعاء المساعدات يعطيهم الصحة. التونسي قايم بالواجب وأكثر من واجب نتاعو على قد الجهد نتاعو، بالحق فرحانة برشا بالشعب التونسي اللي عندك القيمة ذاك وكيفاش المحبة للشعب الفلسطيني، خاطر العالم كله برستك ساكت. ما احنا مش ندخل في الموضوع السياسي صحيح، احنا اجريكاب. خلينا في الموجات الايجابيه ان شاء الله اللي جاي خير. ايمان شكر خاص الى الكل في الاخراج التقني والرقمي، احلام زوميتا ميرسي بيان هي وعلم ديني زاد تعبناهم كالعاده. ايمان معنا، ملتقانا الاسبوع القادم في نفس التوقيت على نفس موجات راديو كاب، الى اللقاء.